إذن استمعنا إلى كلمة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي استنكر ما حصل بالأمس، وقال إن عنوان المرحلة الآن هو أنهم لا يستطيعوا أن يتعايشوا مع السلاح. نبدأ حلقة بيروت اليوم، أستضيف فيها رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور. أهلا وسهلا فيك أستاذ شارل معنا. يعني بداية من التطورات الحاصلة بالأمس، النائب سامي الجميل بعنوان عريض: نحن ما بقى فينا نتعايش مع السلاح غير الشرعي. إذا بدنا نحط عنوان للي صار بالأمس، أو أهم أو أخطر ما حصل بالأمس، شو هو؟ لك أخطر ما حصل هو الدولي، لأنه نحن بالآخر ما عم نكتشف حزب الله. نحن بالنسبة لنا ما يحصل ما حصل امبارح واللي حصل بعين إبل وغيرها، بالنسبة لنا هذه مشاهد احنا عايشينها من 2005 لليوم، وبالتالي منه اكتشاف لنا انه يكون حزب الله عم بيجيب ذخيرة من طهران الى حرة حريك ووزعها على مواقعه. هذا حزب مسلح خارج اطار الدولي، مخالف للدستور اللبناني، مخالف لقرارات شرعية دولية، مخالف لتوجه الجامعة العربية، حزب يرفض الانصياع للشراكة اللبنانية، حزب متمسك بسلاحه بسرديته وبالخلفية اللي عم يقولها. ولذلك اللي عم نشوفه من فلتان ومن استخدام للسلاح ومن منطق القوة منه جديد، عشناه بأكثر من محل. عشناه أكثر شيء إذا بدك بسبعة أيار 2008، عشناه بالأمصان السود، عشناه من فترة بالطيوني وعين الرماني، عشناه بشوية، عشناه بخلدي، عشناه امبارح بالكحالي. وطبعا هيدا إذا ما عددنا مجموعة الاغتيالات وجرائم التي ارتكبت. لذلك هذا الفريق نحن بنعرفه، يعني ما عم نكتشف شيء جديد بهذا المكان. وطبعا هلا بنحكي شوي أمام المعادلة المستحيلة اللي نحن موجودين فيها، إنه أنت أمام فريق ليس بوارد تسليم سلاحه، وأنت أمام فريق ما عندك قدرة تنزع سلاحه بالقوة، وأنت أمام فريق ما عندك وضعية خارجية بتقدر بوارد انه تروح تطحش على ايران تقدر تلاقي حل لميليشياتها على مستوى المنطقه. بس بدي اتوقف عن نقطتين. لا يمكن نزع سلاحه بالقوه، هل هو لانه ما في موازين قوه، لانه لا. الافراد الاخرى غير مسلحه؟ لا، لانه انت ما بدك تروحي على حرب. يعني انت اذا بدك ترجعي لمنطقه ال 75 عندي قوتين، وبترجعي بتفوتي البلد بنفس القوه الموجوده. يعني انت اكثر شيء فيك تعمليه وانت ما بدك تعمليه هو انه ترجعي لل 75، يعني ترجعي منطقة بوجه منطقة، سلاح بوجه سلاح. نحن بالنسبة لنا جرب مش معناتها مش قادرين نعمله، لا قادرين نعمله. وفرجت كل البيئات من شوية لخلدي لعين الرمان لكحالي، انه كل هيدي البيئات اللبنانية المسيحية والمسلمة رافضة للسلاح، ومستعدة ببعض الأحيان تدافع عن نفسها عندما هذا السلاح يستهدفها. بس انه إمكانية نزعه بالقوة، يعني أنت في قرار من الدولة لنزعه، ما فيك تنزعي، خلص في عندك ترسانة سلاح قوية. أكثر شيء فيك تعمليه بترجعي ترجعي البلد لترسيمات حرب أهلية. أنت ما بدك، أنت بالنسبة لإلك خي هذا شيء ديجافو جربني، ما بدنا نجربه. وبالإقناع هذا الفريق السياسي منه بوارد يسلم سلاحه ومتمسك بهذا السلاح. إذا الإشكالية هي وين؟ والنقطة الثالثة كمان ذكرت إنه اليوم ما في قرار دولي بينزع، يعني المجتمع الدولي صراحة غايب. يعني إذا أنت إذا نحن وياك هلا عم نحكي بال 17/01، انه جريمه القتل اللي صارت بعين إبل، انه وهيدي وين؟ هيدي ضمن اطار 17/01 وضمن اطار القوات الدوليه. القوات الدوليه روحوا لهم عنصر من فتره، انه ما سكتوا ولفلفوها وشافوا كيف ضبطبوها. المحكمه العسكريه عشوائي طلعت بموقف اكثر من الموقف اللي هن طلعوا. يعني بال 17/01 القوات الدوليه تطبعت مع الأمر الواقعي اللي هو سلاح حزب الله بهذه المنطقة وترسانته ومخازن الأسلحة تبعه بهذه المنطقة. نحن كل اللي عم نقوله هو أمرين. الأمر الأول، ما لازم يطبعوا اللبنانيين، كلمة نطبع، ما لازم يطبعوا اللبنانيين أمام أنه أمام سلاح حزب الله. يعني علينا أنه نميز بشكل واضح بين أنه إيه في سلاح، وأكيد في خط إمداد واضح من طهران إلى الضاحية الجنوبية، هذا واضح. بس ولكن ما لازم نطبع. شو معنات ما لازم نطبع؟ بس عم يتطبع يعني. ولما تكون البيانات الوزارية عم بتشرع هالموضوع وتقول انه جيش الشعب ومقاومة، لا ما عاد عم يقولوا هي من 2014، ما عاد في جيش الشعب مقاومة. وهلا بنحكي نحن وياك عن جيش الشعب المقاومة. لما عم نقول احنا نطبع، يعني مثلا مثل امبارح
انه في شحنه اسلحه، انه فيك تعتبر انه ايه طبيعي انه الحزب عم يجيب سلاح. مظبوط، الحزب امداد مفتوح، خط مفتوح من طهران الى بيروت، بس هذا شيء، وتقولي انت انه في سلاح انكشف انه جاي، هذا لازم انت تصادري. يعني حاعطيك مثل اكثر، اليوم طلع بيان على مديريه التوجيه بجيش لبنان، وعم تقول في مديريه التوجيه انه هذا السلاح تم ضبطه، اخذ على السكن العسكريه، وعم في ملاحقه تحقيق ومتابعه قضائيه فيه. شفتي لو هذا البيان طلع بلحظه الحادث ما صار كل اللي صار، لا راح شهيد امبارح بالكحالي، ولا كانت الاهالي انتفضت بهذا المكان، ولا كان الجيش صور انه هو حامي مسلحين وحامي ميليشيا خارجه عن الان. بس اطلاق النار حصل قبل ما يوصل الجيش؟ لا بكل الاحوال تاخر الجيش اللحظه اللي الجيش بدغري بيطلع بيان. هي ليه الاهالي استنفروا؟ ليه الناس نزلت؟ الناس نزلت لانه في شاحنه عسكريه، وصار عندها انطباع انه هذه الشاحنه العسكريه منا محميه فقط من قبل العصابات، هذه الشاحنه العسكريه محميه من قبل الدوله الرسميه. لو بهيدي اللحظه طلع البيان اللي طلع اليوم، طلع مأخر، انه بشرفك عم بيحكوا قال بيعتين التحقيقات الجنائيه يكشفوا على ارض الحادث اللي صار، انه بيعتينا اليوم من بعد ما راح اللي راح. هيدي يعني في خطوات فوري بدها تنعمل من قبل الدولة، وهون كان الجيش عليه أن يتنبه فورا أنه يصدر بيان يقول هذه الشحنة العسكرية اللي فيها سلاح صارت بحوزتنا ونحن فتحنا التحقيق. كوني أكيد أنه كانت الأهالي أكيد بلحظتها أنه خلص أنه المسألة صارت عند الجيش ونحن نثق بالجيش. ولذلك في عنا مسألتين بدهم كتير انتباه. المسألة الأولى العلاقة بالتطبيع، إذا كان يعتقد حزب الله أن سنتطبع مع مسألة سلاحه أنه هذا أمر طبيعي بالبلد، هو مخطئ. بس ليه لا؟ يعني خلاص صار واقع، وحزب اليوم منتخب من الشعب اللبناني، ولما انتخبوا الشعب اللبناني للحزب عارف انه هيدا حزب عنده سلاح ياخذ لنفسه صفه المقاومه، قاوم العدو بفتره من الفترات وامر واقع. اول شيء كثير مهم التوصيف يلي قلتيه بشق منه، يلي هو اخذ لنفسه صفه مقاوم، هذا مشروعه الخاص، هذا مشروع هو لإله، هو أخذه لنفسه، إحنا ما لنا علاقة فيه، هذا مشروع خاص يرتبط بحزب الله، لا علاقة للبنانيين، جميع اللبنانيين بهذا المشروع، نحن ضده. ولذلك علينا أولا أن نرفض أن نتطبع. ليش عم نرفض نتطبع معه؟ لأنه أنت اللحظة اللي بتتطبعي أنه إيه في سلاح موجود، يعني وبدك تعيشي حياة طبيعية بهذا المكان، هذا معناته أنه ما في دولة بالبلد، لأنه ما في بأي قاموس بالعالم. هلأ نرجع للنقطة الثانية، بس خلينا نعطي النقطة الأولى شرح الكافي. ما في دولة بالعالم تقدر تقوم وتنتظم ودستور وقانون ومؤسسات واستقرار وازدهار بظل سلاحين، رأسين، منطقين، نهجين، فلسفتين، مشروعين. ولذلك بينت التجربة من 2005 إلى اليوم أنك ما قدرت تعملي. رئيس شهيد رفيق الحريري بعتقد عامل شي 12 أو 13 جلسة حوار ثنائي مع سيد حسن نصر الله، وعلى خلفية شو؟ مخي تركنا نشتغل نعمل إعمار وازدهار بالبلد. اللحظة اللي تناقض معهم فيها لمحور الممانعة قتلوا وصفوا وعملوا كل هاي الاغتيالات يلي صارت كمان أيضا قبلها وصارت بعدها. لذلك ما فيك تبني، يعني نحن وياكي واللبنانيين إذا ما نبني دولة للبلد نرجع مثل ما كنا قبل الحرب اللبنانية، أو مثل أي دولة بالعالم، دولة طبيعية ما فيها فلسفات كبيرة وعقائد وشعارات رناني وطناني. بدك تروحي على منطق واحد، ما في منطقين. هون إذا بدك إجت الأمير محمد بن سلمان بإعلان جدة، يعني بالقمة العربية الأخيرة، أدخلوا شيء جديد إلى جانب الشيء اللي أدخلوه باتفاق بكين يلي هو رفض تدخل الدول بشؤون الدول الداخلية. أدخلوا شيء جديد، هذا المنطق اللي له علاقة بإزدواجية الميليشيا والدولة. هذا طبعا ما بتشوفيه إلا عند الإيرانيين، يعني بتشوفيه حرس ثوري وجيش إيراني، جيش شعبي وحش شعبي وجيش عراقي، بتشوفيه بلبنان حزب الله وجيش لبناني. بنرجع نحكي طبعا بعدين على المعادلة اللي حطينا. ولذلك اللحظة اللي نتطبع نحن وياكي بهذا المكان، يعني معناتها انه سلمنا بوجود سلاح خارج الدولة، هذا يعني انه لا امكانية لقيام دولة، هذا يعني اننا تحولنا الى اهل ذمة، هذا يعني اننا استسلمنا وركعنا وهزمنا امام السلاح، ولا حول ولا قوة، وبالتالي نحن مغلوب على امرنا اطلاقا. نحن نعتبر انه نحن مش مغلوب على امرنا، هذا السلاح خارج الطبيعة وخارج المسار التاريخي وخارج المسار الطبيعي للبنان. كان في سلاح قبله اسمه جيش سوري، جيش سوري أكيد أقوى بكتير من حزب الله، هذا جيش خارجي
جيش احتلال كان ماسك كل الدولة اللبنانية وكان ضائط الكل وحتى حزب الله كان كيف أقوى كان اليوم كان حزب الله هو من مكونات اللبنانية وعنده شرعية كمان لبنانية ما عنده شرعية ليه انتخب ما عنده شرعية هلأ بنحكي فيها كان نظام سوري مربي للحزب وعلى رغم ذلك نظام سوري فل الثورة الفلسطينية أنت إذا بترجعي هلأ بتعيشي فترة ال 75 82 اوعى تفتكري بهديك الفترة كان حدا بيتصور من اللبنانيين انه ممكن الثورة الفلسطينية اللي هي حق دخل بلده بس مش حق في لبنان اوعى تفتكري بهديك المرحلة اللي كان حدا بيتصور انه هذه الثورة الفلسطينية ستنتهي بلحظة من اللحظات اوعى تفتكري ونحن كنا بس كان في مقاومة مسلحة خلا اروح على مطرح تاني طبعا على رغم كان في كمان ظرف اقليمي اليوم على رغم المقاومة المسلحة كنت انت موجودة بستاتيكو اكيد عندك منطقة حرة وعندك مناطق اخرى مسيطر عليها الثورة الفلسطينية وجيش سوري وكل الاحزاب اللي كانت بالحركة الوطنية خلينا نفز لمطرح تاني بمرحلة 90-2005 مرحلة الاحتلال السوري للبنان عندما قام الدكتور جعجع بالمعتقل اوعى تفتكري انه حدا منا كان يعتقد هيك بقرارة نفسه انه هذا الجيش هينسحب كان بالنسبة لنا انه لا ممكن تروح مش بس عقود قرون انه يقدر يبقى في لبنان ما كنا نتصور لحظة انه هذا الجيش يمكن يفل بس اوعى تفتكري بهديك المرحلة يلي كان فيها كل الداخل مسيطر عليه النظام السوري الخارج مسلم زمام الامور لسوري في لبنان لم نتطبع مع هذا الواقع رفضنا ان نتطبع على رغم غياب اي افق بالبلد انه ممكن يخليك تتصوري انه ممكن يفل رفضنا ان نتطبع معه ورفضنا ان نسلم الامر الواقع وفل الجيش السوري لذلك بدي اقول لك اياه وبدي اقوله لجميع اللبنانيين هذه الحاله اللي اسمها حزب الله بسلاحه وبدوره ما عم نحكي اطلاقا عن المكون الشيعي اللي هو مكون شريك للبنان ونحن وياك بنستذكر كلنا انه اول من اطلق عباره وجمله لبنان وطن نهائي هن الشيعة ولذلك نحن بالنسبه لنا كمكونات لبنانيه كلنا مع بعض وكلنا كتف مع كتف على بعض بس ما في حدا يجي يعلي كتفه علينا بسلاح خارج الدوله تيعمل مشروع خاص نحن ما قلنا علاقه فيه واكثر من هيك انه هذا المشروع الخاص عم بيدمرنا يعني دمر البلد دمر اقتصاد البلد ضرب علاقات الخارج وأي منظومة سلاح لا يمكن أنه تقدر تستمر إلا على حساب الشعب اللبناني وهذا الشيء اللي ترجم بعملية الانهيار وبالتالي المطلوب عدم التطبع ولن نتطبع يعني بده يطمن باله حزب الله لن نتطبع مع سلاحه وأكيد مصيره لن يختلف عن مصير من سبقه ولو بدها تروح الأمور سنة أو سنتين أو عشرة أو 20 سنة بهذا المكان لأنه لبنان لا يمكن أن يستمر بظل واقع سلاح خارج الدولة أوصل لبنان لمطرح ما أوصل له لأنه المنطق الطبيعي بمجرد ما يكون في سلاح خارج الدولة هو بحاجة لمنظومة فساد منظومة الفساد بدها تحمي سلاح تسلاح يقدر يعطي هذه المنظومة سلطة ونفوذ هذا الشيء وصلك للانهيار وبيكتبقي وسط هذا الانهيار الموجودين فيه ومن شان هيك بدنا نرجع لجمهورية ونرجع فيها لاحقا وبالتالي النقطة الأولى ممنوع أن نتطبع وممنوع أن نتطبع بانتظار أي تغير إقليمي معين أي ظرف إقليمي بدك تضلك لك العالم متغير وحدا يفكر انه ممكن انت ممكن احيانا بتنامي عشية بتوعي عشية تاني نهار ما حدا بيقدر يعرف شو بده يصير مين كان عارف دخلك انه الرئيس صدام حسين بده يجتاح الكويت لو ما اجتاح الكويت انت كنت بمرحله اخرى بمرحله تاني مين كان مقدر انه الرئيس بوتين بده يفوت على اوكرانيا كانوا مفكرين تهديداته هي تهديدات شكليه وكان بيعتقد انه 48 ساعه بيحتل كل اوكرانيا ما بنقدر نعرف شو بيصير تطورات انت كل اللي بدك اياه هذا مش معناته رهان على الخارج اطلاقا هذا رهان على حالك وعلى قدرتك وعلى قوتك يعني الرهان اليوم على تحضير الارضيه بانتظار لا. اي حدث لا. ممكن يغير انت كل اللي بدك تعمليه ما تتطبعي تقول نحن هذا الواقع ما تحلموا انه نحن نسلم فيه بانتظار شيء ما بعرف شو يعني يمكن تروح 10 سنين يمكن تروح 50 سنه يمكن تروح 100 سنه بس كل اللي بنقول لهم اياه نحن لن نقبل بان يكون في لبنان سلاح رسمي سلاح شرعي وسلاح غير شرعي سلاح يكون غير شرعي ما حنقبل كيف يمكن تقييم دور الجيش امبارح حأوصل لك له تسمحي لي إما هون بدي فوت لك عليه فالنقطة الأولى التطبيع النقطة الثانية الدولة احنا غير معنيين بحزب الله احنا بالنسبة لنا تصنيف حزب الله منذ اللحظة الأولى يعني منذ العام 90 منذ الدخول في اتفاق الطائف هو حالة ميليشياوية غير شرعية رفضت تسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية أخذت مشروع لحالة اسمه مقاومة ما لها علاقة هي بالمقاومة لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي اعتدت على الدستور انقلبت على الدستور والمؤسسات احنا غير معنيين بهذا الجانب احنا بنعرف شو هو الحزب وبنعرف تصنيف الحزب منظمة أمنية ميليشياوية عسكرية متابعة لإيران وهي إيرانية المنشأ والتوجه وكل شيء نحن معنيين
بين احنا شو عم نعمل من 2005 لليوم. محور الصراع ومكمن الصراع مش الحزب مثل ما اتفقنا، لانه لو قادرين شلوا سلاحه بقول لك مش قادرين، ولو احنا مراهنين على برنته انا رايي اي رهان على اللبناني سطل وهبل، هذا لن يتم لبنان. اوكي، تالي انت بدك تراهني على شو؟ بدك تراهني على الدوله، لانه هذا مشروعك انت تقدر تعملي بلد. لذلك كل اللي عم نعمله من 2005 لليوم هو شغله وحده، انه نخلي هاي الدوله واقفه على جريها ما يقدر الحزب يسيطر عليها، لانه الدوله كمان اكيد ما حتنزع له سلاحه. بعد ما سيطر انت برايك؟ نعم، بعد ما سيطر الحزب على الدوله برايك؟ يعني الدوله وين الاساس؟ انه ما تقدر الدوله تعطيه غطاء شرعي لأي شيء غير شرعي هو بيعمله، ما تغطيه. أنت ساعة الدولة بتقول مشهد مبارح ما كان غطاء من الدولة للحزب؟ اللي صار مبارح لو طلع بهذا كنت عم بقوله، لو طلع بنفس التوقيت وبنفس اللحظة بيان عن الجيش اللبناني بيقول إنه هيدي الشاحنة اللي فيها سلاح ضبطت وصارت باستلام الجيش اللبناني وهو بده حقق فيها حتى يشوف كل هذه المسألة القضاء بتولى كل التحيات، أنا بتقدير لا، كنت أنت بردت العاصفة الناس يلي راحت بهذا المكان. لكنه صدقوا؟ ورحت على مكان آخر، شو مكان؟ حتى لو شو مكان، بس أنت لما بتطلع هيك بيان بتفرج الأمور، لأنه شو كانت الصورة مبارح؟ أنه في جيش عم بيحمي مجموعة مسلحين قاعدين على الطلقات عم بيقوصوا على العالم بمنطقة موجودة، وبيطلع هلأ اليوم بيان كتلة الوفاقدة المقاومة قال فيه مسلحين منتشرين في المنطقة هني أوصوا من شيء مبارح صدر البيان. هلأ طالع شيء عن كتلة الوفاقدة المقاومة، بس إنه حبيبي أنتم هادي مش حار تحريك هون، أنتم موجود، يعني هذا الشاب اللي قتل الشهيد اللي قتل بالجاني هذا ما قتل بحار تحريك خي، وما قتل بالليلة كي، هذا قتل وما قتل بالشياح، هذا قتل بمنطقته، قتل قدام أهله وناسه وبيئته وضيعته وبلته، قتل دفاعا عن أولاده وعن المنطق الموجود فيه. طيب بس كيف اليوم تتوقع أنه يصدر بيان مثل هيدا البيان عن الجيش واليوم جوزيف عون هو اسم مطروح على رئاسة الجمهورية، الحزب طالب ضمانات لأي رئيس بده يوصل ضمانات لإله، يعني بطبيعة الحال جوزيف عون اليوم ما رح يزعل حزب الله. إيه ما هو كيف يعني مطلوب من الجيش أنه يقوم دوره بدوره الواضح؟ بالطيوني هو كان مطروح وقت الطيوني، هاي الرماني كان مطروح أيضا قائد جيش، لعب دوره بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، منع المسلحين المعتدين الغزاة من الدخول إلى عين الرماني وتصرف بالشكل اللي لازم يتصرف فيه. ما معقول انه يكون هلا عم بيدفع ثمنه يمكن للحزب بعد ما طرحه؟ لا لا، بموضوع الرئاسي الى عليه خلص، الحزب لن يتراجع عن سليمان فرنجي. طيب انت اليوم قلت انه كان لازم البيان يصدر امبارح، ليه ما صدر برايك؟ انا بتقديري اذا بدك في خوف، يعني خوف من شو؟ خوف من الحزب. مين خايف؟ خايف، كلهم خايفين، الجيش خايف من الحزب، من السلطه الرسميه لكل المؤسسات الاخرى. في اذا بدك كان في، ما انت وين قوتك وقدرتك؟ بتعرفي تتعاملي مع اللحظه، لانه على طول بصير شيء مفاجئ، بهذا الشيء المفاجئ لازم انت بلحظتها تكوني حاسمه، لانه اذا انت ما كنت حاسمه بصفي في انعكاسات، وهذا اللي صار امبارح بهذا المحل. انا برايي اكيد حاج وفيق تلفن لقيه الجيش انه خي حمولنا الشباب، شوفوا كيف عن ظهر الشاحنه، تحت ضغط اللحظه كان في سوء تصرف بهذا المكان، لأنه لو كان في تصرف صحيح بنفس اللحظة كان يجب أن يصدر بيان، ولو صدر هالبيان مثل ما قلنا أنت بردت المنخات وبردت الأجهزة. بس استشار كأنه عم بتسخف نبيلة. النقطة لو سمحت، يعني كأنه عم بتسخف الصورة كلها ببيان، يعني لو صدر بيان ما كان صار اللي صار. لا أنا عم بقول أنه لو صدر بيان وجيش تصرف بوحي هذا البيان، يعني انه ايه اكيد مش كان مكان صار اللي صار، كنت انت 50% من يلي صار قدرتي انت تتجاوزيه. في نفوس محقونه في منطقه حتى مسيحيه وقع فيها، لو بدنا نحكي بالموضوع الطائف، وقعت فيها شاحنه فيها ذخيره، نزل مسلحين دغري تيحموا هيدي الشاحنه، في ناس محقونين دغري ظهروا يمكن بسلاحاتهم الفرديه كمان، ما بتنتهي ببيان. لا بتنتهي ببيان، تقلك شو انت لما تعطي للاهالي وللناس انه ما حصل هو تحت سيطره الدوله، والناس عندها ثقه بالجيش اللبناني بعده محطات. كيف بتقولوا تحت سيطره الدوله وهن بعدهم مارقين على حاجز لقوى الامن بظهر البيضه؟ هن ما بيقولوا لك ما تفتشيت، ما حتفكر الناس هيك، بس انه هذا في شيء انكشف، يعني ما هي بتبقى الامور انتبهي خيط فاصل رفيع، الكل بيعرف انه حزب الله عم يفوت سلاح، خلينا نتفق من هون. يعني امبارح خطا الجيش انه ما تهدد. انا برايي بنفس اللحظه كان بيسوى يطلع بيان، ولو طلع هيدا البيان ايه كان برد النفوس، لانه الناس ليش عم تروح على الشاحنه؟ انه الجيش عم يحمي الشاحنه، ما عنده مصلحه جيش يطلع اذا بدك او اي مؤسسه عسكريه تطلع بهذه الصوره. كلنا عارفين انه الحزب عم يدخل سلاح، كلنا عارفين،
اوكي، وما فيك تمنعي دخل سلاح حدود فلتاني. هو مسيطر على الحدود، هو مسيطر على حدودك مع سوريا لانه هو بده هذا الجسر من طهران الى الضاحيه الجنوبيه، ومسيطر على حدودك الجنوبيه مع اسرائيل وماسك كل الحدود، المرفأ والمطار وماسك كل شيء، وبالتالي هو عم يدخل حكما. بس انت لما شيء بينكشف، ماشي، لما بينكشف وانت بتتعاطي معه باستلشاء، هذا معناته شو؟ معناته صفت السلطه الشرعيه هي عم بتغطي الحالة الغير شرعية، وانت ساعتها بصفي فيه تشكيك من قبل الناس. ما هون يعني هيدا اللي صار، يعني امبارح ظهرت الدولة من الجيش انه هي عم بتغطي الدولة غير ظهرت هيك. وانت اللحظة، ما هو وين خطورتها؟ اللحظة بس اللي عم تقول ظهرت مش واقع؟ لا هيدا الواقع، لا مش واقع. تقول لك ليه مش واقع؟ لانه وهذا نحن عم نشغل انه ما يكون واقع. اللحظة اللي الناس بتشوف انه عم بيصير فيه جرائم مثل ما صار بعين قبل، وعم بيصير فيه مثل ما صار امبارح على كوع الكحالي، ولا تتخذ الاجراءات اللازمه، الناس لوين ساعتها بتروح؟ بتروح مثل ما صار فيه بال 75، انه شعرت الناس انه المؤسسات الرسميه والعسكريه والامنيه ما عم تامن للحمايه، بتروح على الحمايه الذاتيه بشكل تلقائي، ولذلك منعا بسبب ضعف الجيش منعا تنروح الى هذا المكان، ولانه ما حدا منا بده يروح لهذا المكان الا بشكل اضطراري دفاعا عن الذات، بدها الدوله تتحمل مسؤوليتها. ما عم نطلب شيء، نحن عارفين، برجع بقول لك عم كون واقعي صراحه، مش استسلامي، عم كون كثير واقعي. ايه انا منتي منك قادره اليوم تجي تقولي له يا خي انت ما تعمل عمليه هلا تفوتني بحرب مع اسرائيل، هلا مش وقتها شو تعمل فيه، وما فيك تقولي له انت ما تحمي منظمات فلسطينيه ليضربوا صواريخ، وانت ما فيك تقولي له، ما فيك تقولي له، بس انت يعني ما فيك تمنعيه قصدي. بس ايه بيقدر يكون في موقف رسمي انت اللي عملته خطا. انت كل مشكلتك مع الدول الخليجيه وكل مشكلتك في لبنان انه ما في موقف سياسي عندما كانت القوات اللبنانيه. مين بده يقول له انت اللي عملته خطا؟ نعم، مين بده يقول له انت اللي عملته خطا؟ بدي اقول لك ايه، هون علينا التمييز بين عدم القدره على نزع هذا السلاح. انا بتمنى هذا السلاح نقدر ننزعه ونخلص منه، ما في قدره، حتى نكون كمان واعيين نخاطب الناس بشيء صريح فيه. ما عندنا قدره ننزع هذا السلاح، بس عندنا قدرات ثانيه، يعني عندنا قدره انه نرفضه ما نتطبع معه، وعندنا قدره انه يجي اشخاص على المؤسسات الدوليه الرسميه يقولوا له للحزب انه انت هون هذا اللي عملته خطا، وممنوع تطلق صواريخ، بدك تطلق صاروخ حق الدوله هي من تدافع عن لبنان، ممنوع تفوت شاحنه لما تنكشف، هالشاحنه بصفي مضبوطات ضمن الدوله اللبنانيه، ممنوع تعمل كذا، شو بيصير ساعتها؟ يرتدع الحزب، الحزب كيف بده يرتدع؟ بمجرد ما يكون في موقف رسمي ضد الحزب يرتدع. وليش بده يكون في موقف رسمي اذا كل اللي بالدوله هن تابعين للحزب؟ ما هو نحن ليش عم نخوض كل هالمعارك؟ انت برايك استاذ نبيله ليه بده رئيس جمهوريه؟ وليه بده رئيس حكومه؟ وليه بده حكومه؟ انه انت وما راح يصير مثل ما بده؟ لا لا، بس قبل ما نوصل على قصه الرئاسه، انت برايك لو هذا الحزب بكل ترسانته، هو خبرنا انه عنده 100,000 مسلح وترسانه صواريخ وقادر يكب اسرائيل بالبحر وكل هول، هو بحاجه لرئيس جمهوريه؟ والكل بيجي بيقول لك البعض انه صلاحيات رئيس الجمهوريه محدوده، بحاجه لحكومه. طب اذا هالقد قوي واصبح حزب الله قوه اقليميه وقوه نوويه، وانتبهي ببياناته. بس الرئيس ميشيل سليمان كان ضد حزب الله وما قدر يعمل شيء. بس شو عملوا معه؟ قاطعوه وبطلوا يطلعوا لعنده وخونوه. ايه بس ضعف الحزب؟ ما ضعف لا، بس ما بدي اوصل لك، ما حيضعف. يعني بليز خلينا نفهم هي حتى نقدر نفهم الناس فيها تكون عم تفهمنا صح. ما حنقدر نشله سلاحه للأسف، بس نحن ما منا الدولة تكون هي مغطية السلاح، لأنه اللحظة اللي الدولة بتصير مغطية السلاح. بس إذا هو صاحب القرار، يعني أي حدا اليوم بده رضا الحزب؟ لا 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 لا، شفتي هلأ إذا يعني اليوم أنت عارف، خلينا نكون واقعيين، أنه ما رح يوصل رئيس جمهورية معارض عليه الحزب. بس بنفس الوقت إذا وصل رئيس يعني أي شخص رح يجي بده كمان يكون راضي عنه الحزب. إيه بس وتيكون راضي عنه الحزب بده يأمن ضمانات للحزب. لا لا، ما نميز بين أمرين، ما نميز بين انه اللي بيسميه الحزب بجيبه رئيس لجمهورية، وبين انه انت تجيبي رئيس جمهورية ما بده اياه الحزب، في فرق كبير. لانه اذا الرئيس اذا صاير سيد نصر الله فيك تجيب رئيس جمهورية ما بده اياه الحزب؟ لا ما فيك تجيبي، بس بنفس الوقت ممنوع تجيبي رئيس بده اياه الحزب. يعني انتم المعركة اللي عم تعملوها كلها مع ناس ما بده اياها الحزب هي تضيع وقت؟ لا لا مش تضيع وقت، هي معركة مفتوحة، لانه الحزب ساعة اللي عم بيقول انا بدي فلان وبيقدر يجيب فلان، هيدا معناتها انه هو من يسمي الرؤساء والوزراء ورؤساء الحكومات، معناتها بكره بيوقفوا كلهم بالصف بحار تحريك عند باب السيد نصر الله تيقولوا له يعني نحن ما نعمل رؤساء جيبنا ورؤساء حكومات. اول شيء نحن ما بدنا نتعبوا لسيد نصر الله ونهلكوا بهيدي القصه، يهتم بمشروعه المقاوم، رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء ما له حق يجيب. طبعا بيقدر يجيب رئيس مجلس نواب، بيقدر يجيب وزراء شيعه، له علما انه لازم بالعهد الجديد
تكون طريقة تشكيل حكومي أيضا طريقة مختلفة، ما يكون في وزراء لهذا الفريق السياسي تتروح على الحكومة قادرة تحكم. علينا التمييز أستاذ نبيلة بليز بين أمرين، بين هذا المشروع الغير الشرعي يلي هو بالقوة فارض حاله على جميع اللبنانيين ومنك قادر أنت تقدري لا تقنعي يسلم سلاحه ولا تقدري توجهيه، علينا بينها وبين أنه أنا كمواطن لبناني إذا في حدا إجا اعتدى علي حتى لو كان اسمه حزب الله يتوقف يتحاسب بالقضاء، وإذا حزب الله بده يعمل أي تصرف له علاقة بيضر بالدولة اللبنانية كان بإساءة المملكة العربية السعودية أو بعمل عسكري ضد إسرائيل من حق الدولة هي تعمله، بيطلع بيقول له رئيس جمهورية يعني أنت ما لك حق تعملك. شفت إذا بيقول له أنت ما لك حق تعملك يعني اليوم أنا بدي أقول أنه في هيدا الحزب اللي مني قادر أشيل سلاحه واليوم ما في ظروف تساعدني أشيل سلاحه، ولكن بنفس الوقت ما تقرب علينا. مش انا يعني ما عم اقول له ما تقرب علينا بمعنى انه انا خايف منه، لا انا ماني خايف منه، يعني بده يقرب اهلا وسهلا فيه، مش قصه خوف بالمساله. انا عم بحكي عن الدوله بشقين، الشق الاول اذا الدوله تخلت عن واجباتها ووظيفتها الاساسيه هذا الشيء بيجعل الناس تروح على امن ذاتي، ما منا هي اوكي، ما منا نضل ثقه بالدوله ومشروع الدولي لانه مشروعنا هو الدولي، واثنين احنا ما منا الدوله تقوم بمسؤوليتها، تقول له للحزب انت خي بهذا المحل ما لك حق تعمله. شفتي الموقف الرسمي وحيد يطلع يقول له للسيد نصر الله موقفك ضد المملكه العربيه السعوديه يسيء لعلاقات لبنان وانت لا تعبر عن موقف لبنان، هذا كافي لحاله. مين بده يقول له اياها؟ رئيس الجمهوريه، هذا كافي لحاله او رئيس الحكومه، هذا كافي لحاله يردعوا لسيد نصر الله. انت اذا سيد نصر الله بيطلع بيحكي بيعمل عمل عسكري ما تطلع دولة بتقول له هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الدولة، إلزم حدودك بكفي، ماش عم بطلب أكثر من هيك، هذا اللي بتقدر تعمل. هذا كتير يعني ديجا هيدا كتير. على كل حال بدي أخذ بريك منتابع من بعدها فاصل نتابع. نتابع هذه الحلقة من بيروت اليوم مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، أرحب بك من جديد أستاذ شارل. بدأت توقف عند تويت لنائب جبران باسيل عم بيقول أنه كوع الكحالة له رمزيته النضالية الكبيرة بوجداننا كلنا، ويلي صار مبارح له دلالات كبيرة بأنه في إمكان وفي أماكن ومواقع وشعب عصي على أي إساءة، ويدل على أهمية أن تكون المقاومة محتضنة من الشعب وإلا الشعب اللبناني، وإلا بتفقد مناعتها وقوتها، بيحمي لها ظهر شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بكفي. أول شيء يعني يجب على اللبنانيين احتضان المقاومة. لا أول شيء النائب باسيل من وقتها ما إذا بدك اختلف رئيسيا مع حزب الله هو عم بيميز بين خلافه الرئاسي وهو خلاف شخصي لتطلعات شخصية، وبين انه تحييده مساله ما يسمى المقاومه عن النقاش، لانه هو بيعرف قد مساله ما يسمى المقاومه هي بخلفيه الحزب وبمقاربته، لانه بده كمان يخلي خط مع الحزب الاستراتيجي. هل عم تفسر له موقفه؟ لا لا، انا عم بقول انه من وقت ما اختلف رئاسيان كان يميز باستمرار انه يقول نحن ما عندنا مشكله مع المقاومه، المشكله هي بموضوع الرئاسي وطريقه مقاربه الحزب الرئاسيه، يعني بمعنى انه عم يترك نحن بعدنا مع المقاومه يعني بعدنا مع حزب يعني الله، ولكن يعني بس بالتفصيل الصغير عم يترك خط استراتيجي مع الحزب اللي اسمه مقاومه. بخطوره تغريدته يعني او الموقف اللي عامله اليوم هي شو؟ هي شو عم بيقول له هلا؟ عم بيقول طبعه. لا لا، هو شو عم بيقول له؟ اللي انت رفضته بالاول. ايه بس هو شو عم بيقول له اكثر من هيك؟ هو عم بيقول له بالشق العملي انه انت عم تروح على سليمان فرنجيه، بالعملي هيك عم بيقول له، انت رحت على سليمان فرنجيه، سليمان فرنجيه شخص انت بدك تتحالف مع بيئه تقدر تحطمك، يعني تحالف معي، يعني انا البيئه المسيحيه القادر امن لك الاحتضان لظهر المقاومه، يعني هو عم يقول له ظهر المقاومه لا يؤمنه شخص، ظهر المقاومه تامنه بيئه، انا البيئه. غلطان كثير حبيبي، انت عملت تفاهم مع الحزب بست شباط 2005، انت بانتخابات 2005 كان معك 75%، من بعد ست شباط 2005 بال 2009 نزلت من ال 75% لل 40%، انت من بعد الثورة 17 تشرين وكنت رئيس جمهورية بانتخابات 2022 تحولت ل 20%، ولذلك أحسن هذا. بس لو سمحت في عاجل، تعرض وزير الدفاع موريس سليم لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا بإطلاق النار على سيارته التي أصيبت بعدة طلقات وهو بخير في مكان آمن.
غريب صراحة يعني. على كل حال هلأ منتابع مجريات الأمور، كيف ممكن تصير عملية اغتيال على وزير الدفاع ومين ممكن منطقة جسر الباشا وإطلاق نار؟ إيه يعني الحمد لله على سلامته. أكيد الحمد لله على سلامته. هلأ منرجع نشوف أكثر تفاصيل لواحد يقدر يعرف شو عم بيصير بهذه المسألة. بينت جميع الأحداث القائمة، أول شيء أنه التيار لما تحالف مع حزب الله وهو تحالف غير طبيعي، بعيداً إذا بدك عن كل ثوابت المسيحيين التاريخيين، المسيحيين كل عمرهم مع مشروع دولي ولا بعمرهم كانوا مع مشروع أهل زمي بالبلد، مع مشروع لا آخر. هذا هلأ ما فيك تجمل كل المسيحيين، لا. لأنه بمحل في بعض المسيحيين كان عندهم تحالفات أخرى. أستاذة نبيلة، من 43 لل 2006 95% من المسيحيين عم بيجزم، 95% من المسيحيين مع مشروع لبنان دولي سيادي حرية استقلال، ما بعمرهم كانوا لا محافظ الأسد ولا مع بشار الأسد ولا مع أبو عمار. لا إذا بدنا نمشي مع الرئيس سليمان الفرنجي ولا مع أبو هادي، إذا بدنا نمشي من بعد من بعد الطائف مع المسيحيين اللي مشوا مع النظام السوري، ما بعمره كان في وجدان المسيح التمثيل المسيحي الفعلي من يمثل عن الخط المسيحي التاريخي، ما بعمره مشي لا مع عبد الناصر ما نحطهم مع بعضهم ولا مع أبو عمار ولا مع أبو باسل ولا مع أبو هادي. أوكي، وحتى الشهيد إلي حبايقة لما جرب يعمل انتقال من محل لمحل بالقوات اللبنانية راح لحاله، يعني ما راحوا المسيحيين معه وما راحت المنطقة الشرقية معه. الوحيد ميشيل عون قدر ينقل المسيحيين من خط تاريخي إلى خط آخر وكان عنده تمثيل، فقد هذا التمثيل تباعا. لو وصل لك لإله حزب الله مش مزبوط عم يحكي النائب باسيل، حتى لو تحالف معه وجابه لإله رئيس جمهورية، بينت ثورة 17 تشرين وبينت انتفاضة 14 أذار، ما في بيئة حاضنة لحزب الله في لبنان، وما بيحلم يكون في بيئة مسيحية حاضنة له. ما يقوله عم يقوله أنت هلأ حان الوقت تتراجع عن سليمان فرنجي، ترجع تمشي معي بالرئاسة، أنا بأمن لك البيئة الحاضنة لمشروعك، مشروعك ما بتأمن له بيئة حاضنة. أولا إذا جبران باسيل لم يتراجع عن تفاهم 6 شباط 2006 ولم يعد إلى 5 شباط 2006، هذا يعني أنه هو مازال لغاية اللحظة خارج الخط التاريخي للمسيحيين، وهو أساء ويسيء. هل عملتوا مع تقاطع؟ عملنا تقاطع من دون هذا، تقاطع من دون ما يكون في أي. ما عومتوا؟ لا ما عومني بالعكس. إيه؟ احنا كل الهدف استعملكم كرمال يفرج الحزب انه انا اليوم عندي القدرة اني فاوض. ما شفت لو عندنا 3 خيارات كنت رحت على خيارات غيره. انت كل الهدف تخلصي من الشغور الرئاسي يلي كان قائم، رحتي على تقاطع. انت عارف انه ما رح تخلص، يعني كنتوا عارفين انه نحن لو عملنا تقاطع مع جبران باسيل نحن بس عم نبين موقف هش. لا مش موقف هش، انت قدرتي من خلال موقف عارف انه جبران باسيل اليوم معك بكره مش معك. إيه؟ اكيد ما احنا عارفين من البدايه كنا عم نقول كل الوقت نحن هذا تقاطع. لحظة اللي بيرجع النائب جبران باسيل بيأمن مصالحه مع سيد نصر الله، مصلحته هونيك، ليه مصلحته هونيك وليه مشيتوا معه؟ إذا لأن ما مشينا معه، نحن تقاطعنا على مسافة واحدة على مرشح. شو الهدف كان؟ بقى في هدفين، بس بدي أقول لك هو بالقناعة بالنسبة له بالتجربة من 2006 تحالف مع حزب الله بيعطي سلطة وبيعطي نفوس وبيعطي وزراء وبيعطي نواب وبيعطي رئاسة. تحالف معنا ما بيعطي، تحالف معنا ما هو مشروع دولي. نحن بالنسبة لنا ما ننهي شغور، قدمنا صورة عن تقاطع حلو كتير. معناتها انت رحتي على اسم ضمن اللائحه التوافقيه تنقول انه ما حدا بيقدر يجيب رئيس، هو نحن ما بنقدر نجيب رئيس ولا هن بيقدروا يجيبوا رئيس، تعالوا نلتقي على مساحه وسطى. هذا التقاطع اجى مع حوار اذا عم تدعوا لتلاقي حوار. لك اسوا شيء صار من 2005 لليوم انه كل ما حزب الله يقول شيء تمشي شؤون الدوله نقول له ايه. شوي مغيرين بخطابكم استاذ شعر. نعم. يعني شوي مغيرين بالخطاب، يعني كان قبل انه نحن رايحين بمرشح وان شاء الله بنبقى بالفراغ للاخر، مرشح تبعنا بدنا نمشي فيه، هلا عم تقولوا انه تعوا نتلاقى على اسم. لا نحن عم نقول انت لو انت بنظام ديمقراطي حقيقي وفعلي، انت هذا مرشحك بتروحي فيه حتى النهايه، هذا تعبير للرئيس بري، بتروحي فيه انت حتى النهايه، بس حتى النهايه شو؟ حتى النهايه ضمن الاليات الانتخابيه الديمقراطيه، وفليفوز من يفوز بهذا المكان. نحن قدمتيه انت بالتقاطع، انت اعطيتي صوره انه قادره الناس تلتقي مع بعضها من دون طاوله حوار مثل ما بيطالب فيها الرئيس بري، قادره الناس تلتقي مع بعضها بعيدا عن الاضواء وتقدر تتفق على مرشح توافقي تجيبي على رئاسي. شو اهميه المرشح التوافقي؟ اهميته انه ما بيكون خاضع لاجنده فريق، وهو بيكون ما عنده التزامات مع جهه محدده، قادر يطبق مهامه وصلاحياته بعيدا عن اجنده الفريق يلي هو جابه على موقع رئيس. هل رح يكون جوزيف عون هو المرشح التلاقي بينكم؟ واضح انه نائب باسيل عم يتقاطع مع الحزب،
يقطع ورقه جوزيف عون من وراء احداث امبارح. انا رايي، انا رايكي حتى اشعار اخر، لانه حضرتك هلا يعني عم تعطي الجيش انه لا هو تصرف صح ايام الطيونه، امبارح تاخر بالبيان، يعني بهيدي اللغه. الحزب امبارح اكيد ما زعل من اداء الجيش، اكيد حزب كان مبسوط. هذا ما له علاقه، هذا ما له علاقه، له علاقه انه الحزب بيعتبروا هني نحن قلنا كلمتنا، وطلع السيد حسن قال نحن منا المرشح سليمان فرنجي، بيعتبروا انه هيدي الكلمه هي لازم تصير، هي وهون مهم انه ما تصير، لانه بيعتبروا انه كلمتهم يجب ان تصح. يعني انتم هلا كل هدفكم انه تكسروا لهم كلمتهم بس بسليمان فرنجي. هلا اول يعني اذا زاحوا سليمان فرنجي واجوا على مرشح اخر مما كان، بتكونوا انتم بتعتبروا انتصرتوا كسرتوا ما بنعتبر انتصار، احنا ما منا حي الله مرشح، نحن نريد المرشح القادر على تطبيق الدستور والقيام بمهامه مثل ما لازم، ان يكون رئيس بالفعل، مش رئيس لمنظومه او رئيس لفريق، يكون رئيس للجمهوريه اللبنانيه مش رئيس لجمهوريه ايران. ولذلك انت رحت تقلي له انت بدك تروح على حوار، نحن نرفض تكريس عرف جديد يضاف الى الاعراف القائمه واللي هي ما لها علاقه بالدستور. الدستور بيقول الانتخابات بتصير ضمن الاليه الدستوريه الانتخابيه، ما بتصير عن طريق الحوار، بتصير عن طريق صندوق الاقتراع. كسرتي له انك انت تروح على حوار بمعرض شيء ما له علاقه بالحوار، وقلت له لسيد نصر الله نحن لن نذهب الى الانتخابات مع شخص بدك اياه. طلع الحاج محمد رعد يقلنا نحن اخترنا لكم مرشحا وانتم عليكم، وكل مين ما بده هذا المرشح، شو قال الحاج محمد؟ كل مين ما بده هذا المرشح لا يريد انتخابات رئاسيه ويريد شغور رئاسي. اخي ما فهمنا، يعني انت هلا انت اخترت لنا مرشح، ما فهمت، انت فيك تختار لحزب الله امين عام، بس ما فيك تختار لجمهوريه لبنانيه مرشح رئاسي، اكثر شيء انت والرئيس بري اللي عم يطلع يقول رئيس بري نحن مع سليمان فرنجيكي حتى النهايه، حقك تقول حتى النهايه، بس حتى بس انت عليك تمارس كرئيس للبرلمان، تمارس دورك بانتاج انتخابات رئاسيه حقيقيه، مش انه انت تقول حتى النهايه تكون مساهم بتعطيل الانتخابات الرئاسيه. شو الخطوات اللي رح تاخذها القوات اللبنانيه من بعد حادثه الامس؟ شفنا الكتائب اللبنانيه اليوم عملوا اجتماعهم بالكحاله، شفنا المؤتمر الصحفي للنائب سامي الجميل، في تحرك لنواب المعارضه باتجاه الكحاله بعد قليل، القوات شفنا مواقف، شفنا امبارح النائب طلع موقف، شفنا امبارح كمان حضور قواتي بالكحاله. نحن موجودين على الارض بكل المحافل وبكل المحطات، موجودين الى جانب ناسنا. امبارح القوات اللبنانيه كانت موجوده بالكحاله ومنسقيه علي ونوابنا ونائب نزيه متى، وكنا موجودين بقوه على الارض، نحن عم نتابع الامور الى جانب الاهالي. هيدي امبارح اللي صار هو انتفاضه اهالي، شهيد بجاني منه قوات لبنانيه ومنه كتائب، وشهيد بجاني يلي من اهل البلده. نعم من اهل البلده، ايه من اهل البلده، بالعكس هو اذا بدك يعني العقل تبعه عقل من تيار، يعني بدي الله يرحمه والله يرحم كل يلي بيموت وبيستشهد بالوقت الغلط وبالشيء الخطا، لانه ما لازم الناس تموت بهيدي الطريقه اللي عم بتصير عن طريق ميليشيات عم تيجي تنتهك اعراض الناس. باي اطار ممكن وضع جريمه عين قبل؟ لك بالإطار قبل نفسه أسلحة المتفلت حزب الله. أول شيء تقول لك شو يعني أنت تشوفي خطورة اللي صار بعين قبل. خطورة اللي صار بعين قبل أنه في شخص نهار الأحد دفن، يعني أنت عم تتصوري أنه دفن، في شكوك عم يخبرني النائب أنطوان زهرة أنه كان في شكوك سمع بالدفن أنه موته منا نتيجة حادث طبيعي مثل وكأنه في شيء حصل. طيب تبينت بعدين انه في كاميرا رصدت يلي صار، يعني تشوف قد ايه محترفين. الكاميرا يلي رصدت الشهيد الياس يعني ما كانوا عارفين فيها المجموعه اللي عملت العمليه، يعني كانت موجوده ببنايه مغطايه بالشجر، اوكي قدرت كشفت المحل، يعني هني ما كانوا يعني الكاميرات بالمنطقه شايلينها ما قدروا يرصدوا انه في كاميرا، ما كانوا متوقعين. تصور قد ايه محترفين، عم تحكي بالقليله 9 مسلحين، عم تحكي بالقليله 5 سيارات أخذوه، وكان فيهم أوصوه ما أوصوه، وأخذوه على محل تينفذوا الجريمة وكأنه صارت قضاء وقدر، عمل حادث ومات، أوكي؟ وبالتالي راحوا يعملوا كل شيء تيقولوا إنه هيدا مات موت طبيعية نتيجة حادث سير. وين كانت المفاجأة؟ كانت المفاجأة بالكاميرا اللي كشفت كيف صارت، وأكثر من هيك أنت عم تتصوري طبيب شرعي بيعمل تقرير خطأ، بتقول لك ليه؟ هالمنطقة كلها الموجودة هون من أجهزة الأمن للطبيب الشرعي كلها لحزب الله. وبالتالي حضروا العملية. أجهزة الأمن مين قصدك؟ التابعة للدولة؟ القوى الأمن، قوى الأمن الموجودة، بيجيبوا ناس لهم، يعني من تقرير قوى الأمن لتقرير الطبيب الشرعي.
كلها سوا عطيت انه هذا غطاء ايضا من الدوله اللبنانيه لسلاح حزب الله. انت بجنوب الليطاني كله حزب، وقعدت تفتكري في قوات دوليه وجيش لبناني، شو بدك؟ كله حزب الله، ما في اسمه دوله هناك، هناك دوله حزب الله، هناك جمهوريه حزب الله، اوكي؟ والشرعي وال 15/17/01 بغطيهم للشباب، وبالتالي انت بين الكاميرا كشفت هذه العمليه المدبره يلي بدها تصور انه هذا الموت موت نتيجه حادث طبيعي. اجت الكاميرا كشفت انه في عمليه اجراميه منظمه فايت فيها حتى القوى الشرعيه بتدبيش تقرير انه هذا الرجل مات نتيجه حادث، بالوقت اللي هذا الرجل مات نتيجة شو الغايه من نتيجه عمليه كمين، خطف وقتل. شو الغايه برايك؟ كان وصل له شيء تهديدات؟ لا لا، هني اكيد الرجل يعني مناضل، يعني اذا بدهم يخفوا الجريمه ما في رساله. لا هني بدهم يخفوا الجريمه بتخلصوا منه، ايه 100%. لو في رساله كانوا وصلوا طقوا وقادرين يطقطقوا كل الناس. يعني وليه بدهم يتخلصوا منه؟ هني مسكين، واضح انه الرجل عنده مكانته، عنده حيثيته، ما ترك منطقته للحظه من سنه 2000، قاعد بالمنطقه، قاعد الى جانب اهله. شيخ صلاح زلمة بقلب منطقته، بيعمل خدماته، عنده حضوره، ما بيترك ناسه، ما بيترك أهله، عنده مكانته، ما بيخاف، أوكي؟ واضح إنه لسبب بده إيه زعجهم بحضوره، عامل حضور قوي وبشكل مرجعية مناطقية بالمحلية اللي هو موجود فيه، قرروا يتخلصوا منه من دون ما يفرجوا إنه في أثار جريمة أو يلي استخدمتيه كتير مهم حتى ما يقولوا في رسالة، راحوا بهذا الاتجاه يلي هني راحوا فيه. خطورتها هي هون، خطورتها إنه أنت شفتي لو مقوصينه أكيد شهيد، بس لما قوصينه عرفتي إنه قوصوه، راحوا يمثلوا إنه مات بشكل طبيعي. تشوفي شو هالاحترافية من طريقة الخطف والكمين لا طريقة القتل يلي هني نفذوه. تاني انت موجوده بوين؟ انت موجوده بمافيا، انت موجوده بعصابات، انت موجوده بازمه كبيره، وبالتالي كل ارواح اللبنانيين وكل الناس اللبنانيين هن ساعه هن بيقرروا انه فلان يقتلوه او فلان يصفوه، بيقدروا فلان يقتلوه او فلان يصفوه. ومن هون اذا بدك الدوله اللبنانيه بجريمه الشهيد الحنتوش بدها تاخذ اجراءات. في هويه الاشخاص انكشفت امام الكاميرات، مطالبة أنه توقف هؤلاء الأشخاص يلي انكشفت هوياتهم. ليه مؤخرا استشال عم نشوف في مواجهة دائمة من المسيحيين إذا بدنا نقول لا السلاح غير الشرعي، لا حزب الله، عم نشوف في غياب، يعني الموقف السني غائب، الموقف الدرزي دائما بيدور زوايا. يعني شفنا وليد جنبلاط وقتها اجتمع بالحزب وقال أنه هن عم بيعملوا مثل ربط نزاع مع الحزب. عم نشوف دايما انه في الواجهة المسيحية هي ضد الحزب. ما عم تتواصلوا انتو كقوات لبنانية مع الأحزاب الأخرى أو حتى مع الأفرقاء الآخرين إذا ربما في غياب للحزب الكبير؟ لكن سنياً تاريخيا المسيحيين كانوا رأس حربي بمواجهة المشاريع الخارجية، وهن كانوا عطول بالمواقع الهجومية والدفاعية عن لبنان. هلأ لا شك أنه بعد 14 أذار 2005 الموحدين الدروز وطائفة السنية بشكلوا أيضا رأس حربي بالدفاع عن لبنان أولا والدولة أولا. بالوضع المرأة فيه طائفة السنية منذ سنتين إلى اليوم مرأة بعملية انعدام وزن، وأكيد حترجع تستعيد هذا الوزن. بس وقعت تفتكري أنه البيئة السنية أنه هي بيئة حاضنة لحزب الله؟ أطلاقا البيئة السنية من حاضنة لحزب الله، بيئة الدرزية من حاضنة لحزب الله، على الرغم انه نائب وليد جنبلاط يحاول في مساعي لتشكيل جبهة واحدة. لكن احنا عم نشتغل على نصابين، انت بحاجة بالبلد لنصابين، نصاب برلماني ونصاب وطني. ما فيك تواجه حزب الله من خلال الا نصابين، بدك نصاب برلماني لحتى تقدري من خلاله تمنع حزب الله أن يسيطر على الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وحكومة، وتقدري من خلال النصاب الوطني المسيح الإسلامي تقدر تشكل جبهة عريضة تقدر تواجه مخططاته بوضع يده على لبنان. نعم. بدي أعتذر منك، ولكن بدنا ننتقل للكحالة لمتابعة أو مع الزميل غدي بوموسى لمتابعة آخر التطورات من الأرض. غدي، إذن يبدو أن هنالك كلمة لأهالي الكحالة. نعم،
نبيلة، بداية تحية لك لضيفك وللمشاهدين. طبعا كنا قد تابعنا منذ الصباح الأجواء في الكحالة، الأجواء هادئة، لكن هنالك طبعا تصاريح متتالية لعدد من السياسيين. حزب الكتائب كان قد عقد اجتماعا في مكتبه في الكحالة، وكان أيضا قد تحدث النائب سامي الجميل واستنكر طبعا ما حصل بالأمس، ووجه أسئلة عدة إلى أداء الجيش اللبناني بالأمس، وشدد على ضرورة إيجاد أجوبة شافية، خصوصا وأن الأوضاع غير مستقرة في البلاد ولا يحتمل أي تشويش في أي مسألة. ولكن الجديد الآن بأن عددا من النواب، تحديدا النائب ميشيل معوض، النائب جورج عائز وغيرهما، حضروا إلى الكحالة لتأدية واجب العزاء. من غير المعروف بعد إن كانوا سيلقون أي كلمة أو تصريح، لكن أهالي فادي بالجاني أصدروا قبل دقائق بيانا قالوا فيه إن بعد المصاب الذي ألم ببلدتنا العزيزة ووطننا الحبيب لبنان، يعلن أبناء الكحالة وعائلة الشهيد فادي بالجاني تحديدا ما يلي، بأن غدا يوم الجمعة سيوارى فادي الثرى يعني ظهرا. وقالوا أيضا بأن نزولا عند رغبة العائلة سوف تكون مراسم التشييع شعبية ومن دون أي مراسم بروتوكولية. وكذلك طلبت العائلة من جميع المحبين المشاركين في التشييع عدم إطلاق الرصاص إطلاقا، حفاظا على جلالة الموقف. وأيضا قالت العائلة في البيان: نطلب من القوى الأمنية تحويل السير عن الطريق العام والسماح فقط للمشاركين في التشييع بالوصول إلى البلدة، وربما هذا أيضا تجنب أي إشكال محتمل. أيضا قالت العائلة أن كوع الكحالة له رمزية كبيرة لدى أبناء البلدة خصوصا ولبنان عموما، لذا نتمنى من الجميع سياسيين كانوا أم مواطنين عاديين توخي الدقة خلال إبداء الرأي. من هنا أيضا قالت العائلة بأنها تطلب من جميع وسائل الإعلام أيا يكن نوعها عدم أخذ أي تصاريح خلال مراسم التشييع، وأيضا شكرت كل من تضامن معها في هذا المصاب. طبعا سنعود إليك في رسائل أخرى في حال صدر أي موقف أو تصريح من النواب الذين حضروا لتأدية واجب العزاء بالراحل فادي البجاني في منزله في الكحالة. نبيلة، شكرا لك غادي. طبعا كما ذكرت نكون معك فور ورود أي تفصيل. اللي عم نشوفه بالكحالة ويلي عم نشوفه بكل مرة بيصير في حادثة معينة، إنه اللبنانيين ما بيخضعوا وما بيستسلموا وما بيركعوا، كتير مهم. وبالتالي حزب الله إذا بدك عم يتلقى الرسالة، يعني امبارح هو أكيد ما كان بده إنه شحنته توقع. طب وقعت الشحنة تبعه، وشفت لو وقعت بمنطقة سنية صار نفس الشيء، ولو وقعت بمنطقة درزية صار نفس الشيء. حزب الله أصبح حالة غير مرغوبة في لبنان، والنائب باسيل والحالة العونية ديت راجعت، لأنه صارت كمان حالة غير مرغوبة لأنه حليفة حزب الله. يعني أنت كيف يعني على أي أساس تعتبروا أنه تراجعت؟ عندهم 18 نائب بالبرلمان. عم بحكي من انتخابات 2005 للانتخابات 2022 تراجعوا بشكل دراماتيكي. وبعد عنده حزب الله لما تخانقوا النيوية لنائب باسيل طلع مننوا عبر 6-7 اللي بيطلعوا على التلفزيونات انه احنا جبنا لك 7 نواب للنائب باسيل، بس عم نحكي بالاصوات التفضيليه بالحضور على مستوى البيئه. وانتبهي، تراجع ليه؟ تراجع طبعا لسببين، تراجع لسوء ادارته للدوله، انه انت طلعت قلت للناس انا لما بسلم قادر اعطيكم، طلعت قلت لهم ما خلوني، انت 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 انتقلتي من اداره ازمه، يعني هو راعى الرئاسه تدير ازمه ما انه قادر يحل الازمه، او وصل على الرئاسه تيقدر يحسن شوي ظروف الناس، راح البلد على الانهيار. ماذا نترقب من المرحلة المقبلة؟ نحن أمام مشهدين. نحن أمام مشهد خارجي ومشهد داخلي. نحن أمام مشهد خارجي، وأخيرا كنت أنت عم تحكي معارضة ضد مرشح ممانعة، كان الخارج بالمبادرة الفرنسية ماشي مع الممانعة في لبنان، أنت وكنت بلحظة تفاهم سعودي إيران. أنت أمام هلا لجنة خماسية، بيان 14 إداري بامتياز، قرارات دولية، رئيس جمهورية سيفاطي. كيف يعني بيان 14 قضايا؟ يعني بالنقاط يلي تحدث عنها البيان، بالحبر يلي مكتوب فيه، بيان 14 قضايا، قرارات شرعية دولية، قرارات جامعة عربية، دستور واتفاق الطائف، رئيس الجمهورية مهمته هي يقدر يعمل إصلاحات يلي يمنعها حزب الله، مواصفات تبعه يرفع يكون عم يشتغل للبنان أولاً وشعب أولاً، وهول هنبرغهم للودريان، يمكن ما التقي فيه للودريان. يعني لودريان عم يطرح علينا طاولة حوار، قلنا له للموفد الرئاسي لودريان
لن نشارك في دولة الحوار، لن ننفذ رغبة الرئيس برياني. الرئيس برياني عم بيقول صدقوني في حوار، عم نقول له صدقوني ما في حوار، وستخسر محتنا على طاولة الحوار حتى بمسعى فرنسي. والسيد نصر الله عم يقول صدقوني حجيب نائب السابق الإسلامي الفرنجية، حنقول له سيد نصر الله ما فيك جيب رئيس للجمهورية، وبالتالي بدها تنضرب صدقية سيد نصر الله. إذا مش مع جبران باسيل بسليمان الفرنجية ما فين يوصلوا؟ ما فين يوصلوا، والنائب جبران باسيل بتكون نهايته إذا سلم بهذه المسألة. بس هو قال إنه مستعد، إنه مستعد اليوم يتنازل عن 6 سنين مقابل ضمانات أخرى. ينتهي، ما في ضمانات. أول شيء الضمانات تعطيها الدولة، الضمانات ما في ضمانات، الضمانات هي بالدولة، هي بالدستور. مين الدولة؟ نعم، مين الدولة؟ الضمانات اللي ما نقدر من خلال تقوية الدولة. مين بيعطي ضمانات؟ سيد نصر الله بيعطي ضمانات. إذا قال له اليوم بنعطيك حاكم المصرف المركزي وبنعطيك قيادة الجيش وبس، أعطينا سليمان الفرنجي. 6 سنين على الرئاسة دخلك، شو عامل؟ ما 6 سنين يعني بغض النظر، هو عمليا يا ريته ما إجا. كان وضع التيار قبل أن يوصل لرئاسة الجمهورية أفضل وضع التيار بعد ما صار على رئاسي. بالمشهدين عندك مشهد خارجي عاد إلى التشدد، إلى لغة واضحة المعالم، إلى بيانات واضحة. التفاهم السعودي الإيراني مارق بمرحلة إذا بدك انعدام وزن، كأنه جمد الوضع بسوريا، الوضع باليمن، الوضع في لبنان، وبالتالي أنت رجعتي للمرحلة اللي بتخدم هدفك أنه ما يصير في مسيرة للمشروع الإيراني في لبنان أو التعامل معه بحسنية. عندك مشهد خارجي رجع من أول وجديد مشهد مواجه مع المشروع الإيراني بالخارج، مشهد داخلي في لبنان كرماله رايح أكثر وأكثر نحو التشدد بمواجهة حزب الله ومشروعه في الداخل. لذلك أنت أمام مشهدين عم بيلتقوا مع بعضهم، مشهد داخلي عم تتكامل فيه نصاب وطني مع نصاب كرماني، مشهد خارجي متفهم لخطورة المشروع الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ومن ضمنها في لبنان. هؤلاء المشهدين لازم يكفوا يتكاملوا تقدر توصل لنصاب وطني حقيقي وفعلي مواكب للنصاب البرلماني، مواكب للمشهد الخارجي، تقدر تنتجي بالآخر سلطة غير خاضعة لنفوذ الحزب، حتى من خلالها تقدر تبلشي تعملي إجراءات الحد الأدنى لقيام دولة فعلية بالسياسة الخارجية بالسياسة الداخلية، وتروحي على اللامركزية بانتظار الظروف اللي بتسمح لك تقدر تخلصي مثل حزب الله. إن شاء الله خير. شكرا لك رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، طبعا نكون مع آخر المستجدات على الأرض فور ورودها.